رح نتعرف أكثر على حالة الطقس بشكل أوسع مع درجات الحرارة بسوريا والمحافظات جميعا مع المتنبئ الجوي حسان الجردي اللي صار معنا جاهز عبر الاتصال الهاتفي. صباح الخير أستاذ حسان. صباح الخيرات، يسعد صباحك. يسعد أوقاتك، بس نسمع صوتك بالاستوديو. خلي لي اياك يا ربي. صباح الخير، اهلا وسهلا. صباح الخير استاذ. صباح الخيرات، يسعد صباحك. هلا، اهلا وسهلا فيك. شو اخبار الطقس اذا فيك تخبرنا اليوم حالة الطقس بشكل عام؟ هلا بالنسبة للاحوال الجوية مثل ما ملاحظين نحن يعني تكون في فروقات منيحة، واهم شيء بالحرارات ما بين الليل والنهار. نحن بحالة استقرار جوي مستمرة معنا هذه الحالة تقريبا حتى منتصف هيدا الاسبوع، ونتيجة تأثرنا بمرتفع جوي الأجواء عم تكون بشكل عام بين الصحو والغائمة جزئيا بكافة المناطق والمدن السورية على امتداد الجغرافيا السورية. خلال ساعات الليل هو اللي عم يكون الفرق الواضح جدا، وخاصة بالنسبة لدرجات الحرارة عم تكون الأجواء باردة بكافة المناطق. حرارات النهار عم تكون حول معدلاتها او اعلى بقليل باغلب المناطق. بالنسبة للتغيرات رح تكون بالحالة الجوية هي تحديدا بدءا من نهار الثلاثاء، نحن على موعد مع منخفض جوي. هيدا المنخفض ببلش من الساحل والشمال الغربي، الأجواء بتكون من الصحو الغائمة جزئيا تتحول إلى غائمة بدءا من الساحل والشمال الغربي، ليكون في عنا فرصة إن شاء الله هذه المناطق. الهطولات بتكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد ببعض الأحيان، تمتد الهطولات خلال ساعات الليل والمساء إلى أغلب المناطق. بيستمر معنا تأثيره حتى يوم الخميس بإذن الله تعالى. الخميس بعد الظهر بتضعف الفاعلية الجوية بأغلب المناطق، وبيكون في ارتفاع بدرجات الحرارة. خلال فترة تأثرنا بالمنخفض رح تكون الحرارات أدنى من معدلاتها بأغلب المناطق لأنه في انخفاض على درجات الحرارة، ورح تكون الأجواء الباردة خلال ساعات الليل والنهار. يعني أكثر شيء نحن بنحذر فيه هو من الفروقات ما بين الليل والنهار بالحرارات خلال هدول اليومين. بنحذر من الضباب اللي عم يتشكل خلال ساعات الصباح الباكر، وخصوصا الناس اللي بدهم يسافروا يطلعوا بكثير. الضباب اللي بيأثر سلبا على مدى الرؤية الأفقية واللي بيؤدي إلى انخفاض بمدى الرؤية الأفقية. الناس اللي بدها تسافر بنتمنى إنه اللي بده يطلع بالليل بيكون مضطر إنه يتفقد الأنوار الكاشفة للضباب، وأخذ أساليب الحيطة والحذر للفروقات الحرارية اللي عم تكون خلال الليل والنهار بكافة المناطق والمدن السورية وتحديدا بالمرتفعات الجبلية. تحذيرات كتير مهمة اليوم أستاذ حسان عم نسمع منك. اليوم مين أكثر المناطق اللي رح تتأثر إن كان بدرجات الحرارة أو بنسبة الأمطار؟ الهطولات مطرية، ما في احتمال الهطول المطري كتير كتير ضعيف بأغلب المناطق، ولكن الانخفاض الواضح بدرجات الحرارة هو رح يكون تقريبا بالمرتفعات الجبلية، هو أكثر شيء رح يكون انخفاض، وخاصة خلال ساعات الليل بتبلش الفروقات بتكون واضحة. أما بباقي المناطق خلال ساعات النهار عم تكون الحرارات حول المعدل أو أعلى بقليل طبعا لمثل هاي الفترة من السنة بكافة المناطق والمدن السورية. بيفضل معنا فقط موضوع الصقيع. موضوع الصقيع ببلش تأثيره بالمرتفعات الجبلية تحديدا، وخاصة خلال ساعات منتصف الليل حتى ساعات التبريد الأعظمي اللي هي خلال ساعات الصباح الباكر. والضباب عم يبلش من خلال ساعات الليل للصباح. يعني اكثر شيء نحن بنركز على الضباب منطقه القلمون، العاصمه، دمشق، طريق عام دمشق حمص، المنطقه الوسطى بالباديه، بالمنطقه الشرقيه، الجنوب الشرقي، هذول المناطق وخصوصا المناطق اللي نعم. استاذ حسان يبدو الاتصال انقطع. على كل الأحوال بدنا نتشكر أستاذ حسان اللي عطانا طبعا موجز عن حالة الطقس في سوريا خلال هاي الأيام القادمة. بنتمنى أكيد الصحة والسلامة والخير يعم بلدنا، وكون الهطولات المطرية كافية أيضا مشان مواسم الزراعة.